نروح نشوف تقرير عن زيارة النادي الأهلي لأسوان ونطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. الرياضة هي إصلاح وتربية للنفوس قبل أن تكون إحرازاً للكؤوس، هذه المقولة يجسدها النادي الأهلي فعلياً طيلة تاريخه الطويل الممتد منذ عام 1907 وحتى يومنا هذا. ففي بلد السحر والجمال، حيث الطبيعة الخلابة والنيل الذي احتفظ بجماله ورونقه، متاحف تاريخية وجزر وزوارق شراعية زينت نيلها، في المدينة التي جمعت بين سحر الطبيعة وعراقة التاريخ، كانت زيارة وفد النادي الأهلي التي ترأسها الكابتن محمود الخطيب لمستشفى القلب بمحافظة أسوان. كان في استقباله الدكتور مجدي يعقوب المؤسس والرئيس الفخري لهذه المؤسسة التي تقوم بدور كبير في علاج مرضى القلب. أهدى خلالها الكابتن الخطيب الدكتور مجدي يعقوب درع وعلم النادي الأهلي تقديرا له على الدور الكبير الذي يقوم به وما يقدمه خدمة لمصرنا الحبيبة. البروفيسور العالمي مجدي يعقوب عبر عن سعادته بزيارة الكابتن الخطيب ووفد النادي الأهلي، مشددا على أن الزيارة تمثل شعورا نبيلا ورسالة تحفيز في إطار الدور المجتمعي للنادي الأهلي لخدمة الشعب المصري الذي يستحق التحية لدوره الرائد في هذا المجال. كما أعرب البروفيسور عن سعادته بالعلاقة التي تربطه بالكابتن محمود الخطيب، كما زار وفد الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الذي أشاد بالنادي الأهلي وعراقته وتاريخه الحافل على المستويات المحلية والإفريقية والعالمية، وبمواقفه التاريخية الكثيرة التي تنم عن وعي وطني ودور ثقافي ورياضي كبير، أجواء جماهيرية أكثر من رائعة عاشتها أسوان قبل وبعد المباراة أمام الأهلي، وحفاوة استقبال في كل شوارع المدينة الساحرة. أعرب الكابتن محمود الخطيب عن شكره العميق لأهالي أسوان على حسن الترحاب، وأنه ليس بالأمر الغريب على زهرة الجنوب أهم المدن في مصر على مر التاريخ. وسط آلاف الجماهير كان هناك جمال واحترام وحفاوة كبيرة وتشجيع وسط استاد ممتلئ بالروح الرياضية بعيدا عن التعصب.